عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله، أي دخل الجنة أو كان من أهل الجنة. هذا الاستغفار بهذه الصيغة العظيمة المباركة يشرع أن يقال في الصباح والمساء، وأن يواظب عليه المسلم مواظبة يومية كل صباح ومساء، يقوله في الصباح مرة وفي المساء مرة، ويقوله عن يقين كما أشرت في بعض روايات من قالها موقنا بها.